عسلم. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم باش نتكلموا حول أساليب الحكم في الإسلام. احنا نعرفوا ان محمد وقتها مات وقعت مشكلة كبيرة على مسألة شكون باش يمسك الحكم وكيفاش يمكن تعيين الخليفة. هذاك علاش نحبوا نسألوا زوز أسئلة واضحين. السؤال الأول، هل محمد خلى طريقة معينة لتعيين الحاكم من بعده؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، هل محمد حدد شكون يكون خليفة من بعده؟ عندما نرجع للتاريخ الإسلامي بصفة عامة نلقاه ثم رأيين واضحين باينين. الرأي الأول اللي هو الرأي السني يقول أن محمد ترك الأمر هكذا لأن أسلوب الحكم ليس من الدين الإسلامي، وترك الأمر في يد المسلمين باش يختاروا كيفاش يحكموا وبأي طريقة يحكموا، ومحمد والإسلام أعطى غير أفكار عامة مثل أمركم شورى. بينما نلقاو الشيعة يخالفوا هذه الفكرة ولا يؤمنوا بخليفة الرسول وإنما يؤمنوا بالإمامة، ويعتبرون إلا المسيرة بعد محمد هي اختيار إلهي، وجعلوا القواعد للإمامة اللي هو في مرتبة الرسول وله العصمة هي عصمة الرسل والأنبياء. ويقولوا إن محمد قبل ما يموت عين علي. لكن هوني نسألوا سؤال، عندما نرجع للمصادر علاش نلقاو أحاديث تؤكد هذا الكلام عند الشيعة وتخالف ما قاله السنة، وعندما نمشي للأحاديث متاع السنة نلقاو العكس، أحاديث تؤكد اللي محمد ما خلف حتى حد وإنه خلالهم الأمر شورى من بينهم وإنه نبه بطريقة غير مباشرة أو مباشرة إلى أبو بكر، وليس هناك فكرة الإمامة. هوني عندما نتسألوا علاش هذا الشيء السبب هو واضح. أنا نعرف أن التاريخ الإسلامي والحديث وكل شيء ما تكتب كان بعد 150 عام تقريبا من موت محمد، يعني في عهد الدولة العباسية. العباسيين أول ما خدوا الحكم حبوا يلهيوا المذاهب الإسلامية ما يسمى بالخوارج وبالشيعة وبالسنة بحاجة تمنحهم منهم يقاسموهم الحكم. هذاك علاش شجعوهم على كتابة الحديث وكتابة التاريخ. إذا نجم نقولوا احنا ان العالم الإسلامي مدة 150 سنة يمكن أكثر عرف مرحلة ما يسمى بالمحدثين، يعني عبد ينقل الكلام على الآخر وعلى الآخر وعلى الآخر حتى لين وصلت المرحلة انه جاءوا نوعا ما من العلماء وبداوا يكتبوا في التاريخ الإسلامي ويكتبوا في الأحاديث ويدونوا في الكتب. احنا نعرفوا اللي بعد 200 عام او 150 عام من موت محمد فما زخم كبير من الاحاديث، خطر طيلة تقريبا فترة طويلة يعني عدة اجيال، خمسة او ستة اجيال، كل واحد تلقاه يجمع في الاحاديث اللي تأيد الفكرة متاعه، حتى ان بعضهم صنعوا احاديث بالنسبة للشيعة ما يحتاجوش يصنعوا على خطر عندهم الائمة متاعهم يقولوا لهم احاديث تأيد فكرة الامامة وفكرة الحكم من الله، بينما السنة مجبورين باش يضعوا أحاديث منسوبة للثقات متاعهم مثل أبو هريرة وعائشة وغيرها 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 باش يأكدوا الكلام متاعهم. إذا بعد 200 عام جاءوا علماء السنة، ما يسمى علماء السنة بين قوسين هم علماء دين فهمت، ليس علماء بالفعل، وعلماء الشيعة، وبداوا يصحوا الأحاديث اللي تأيد أفكارهم ويضعفوا الأحاديث اللي ما تأيدش أفكارهم. يعني وقت يلقى حديث تأيد فكرة الشورى وفكرة الخلافة يحطوها ويعتبروها أحاديث صحيحة، خاصة عندما يكون السند متاعها معناتها ماهوش فيه شبهات، بينما الشيعة عملوا خلاف ذلك. إذا كل واحد خذ الأحاديث اللي تساعده ونكر الأحاديث اللي ما تساعدوش، ومن هنا النجم نقولوا اللي بدأت ما يسمى الفكر الشيعي في الحكم والفكر السني في الحكم. ونرجع هوني لمسألة الخلافة. شنو وقع في الخلافة؟
فهمت؟ انا على حسب رايي، معناتها حسب وجهه نظري انا الشخصيه، معناتها هذه يخصني انا، ان موت محمد كان مفاجاه. ونتصور اللي محمد معناتها مفاجاه ليس لمحمد نفسه، وانما للصحاب نتاعو كلهم تفاجئوا بموته، ما كانوش يستناو انه يموت بهذه السرعه. هذاك علاش التحذيرات لتعيين خليفه معناتها كانت ما توفرتش. محمد يمكن لمح، فهمت، لمح العلي او حتى لمح لابو بكر، خاطر تعرف انتم الرسول شنو هو. الرسول هو بصفه عامه كالسحار، يعني وقت تجيه وتساله سؤال ديما يعطيك الجواب اللي يناسبك. يعني مثلا يجيه واحد يقول له شكون الخليفه، يقول له زعما ابو بكر، ولا يعمل حاجات باش يرضي الاطراف الكل. هذاك علاش بعد لا يموت الرسول او يموت معناتها هذا مثلا كيما نقولوا احنا القائد، شنو هو كل واحد فهمت عنده وجهة نظر خاصة على حسب ما قاله هذا الرسول، خاطر هو في الحقيقة حب يجمع العباد الكل. هذه معناتها معروفة في الرسل وفي الأنبياء وحتى ما يسموا بالسحرة والقياديين بصفة عامة، ديما يحبوا يرضيوا العباد الكل. هذاك علاش ما يحاولوش معناتها يفرضوا حاجة ساعات تسبب مشاكل. أنا بالنسبة لي معناتها محمد موته كانت مفاجأة، وما كانش العرب مستعدين باش يقبلوا انه يكون علي هو خليفة من بعده. محمد أكيد معناتها يفضل عائلته على البقية، وهذه مسألة طبيعية. المهم احنا توا نحاولوا باش نعرفوا شنو وقع بعد موت محمد بطريقة مختصرة على حسب المذهب السني، على حسب التجربة السنية، على حسب المصادر اللي وصلت لنا. شيء طبيعي نعرفوا اللي احنا المصادر اللي عندنا الكل هي مصادر إسلامية، يعني ما عندناش مصادر غير إسلامية فهمت تذكر لنا ماذا حدث في ذلك الوقت. والمصيبة أن هذه المصادر كتبت بعد 150 عام، يعني من التناقل الشفاهي تم كتابتها بعد 150 عام. إذا فما تضخيم، وقت يجيو السنة يكتبوا على الخلافة وعلى الشورى وعلى عمر وعلى أبو بكر، أكيد فما تضخيم وفما نظرة تقديسية فهمت لما حدث، كما فما نظرة تقديسية لمحمد والإسلام باش يعطيو معناتها تبريرات باش العباد يؤمنوا بالدين بتاعه. احنا نشوفوا ان السنه بصفه عامه تقول لك هو الشورى، بينما نشوفوا حبر ما مات محمد فهمت تم تعيين ابو بكر من جماعه معينه فهمت، وفما جماعه ما شاركوش كيما علي وبعض الانصار ما شاركوش معناتها ورفضوا، يعني ما وقعتش معناتها الشورى للاطراف الكل المعنيين فهمت، تمت معناتها نجم نقولوا معناتها فرض. حتى معناتها عمر يعترف يقول لك اللي بيعت ابو بكر كانت غلطه، معناتها كفانا الله شرها، معناتها وكانوا العباد الكل يعرفوا اللي معناتها البيعه لابو بكر ما كانتش على حسب القواعد نتاع الشورى اللي تؤمن بها السنه اليوم، فهمت؟ وقت نشوفوا هذه المساله معناتها نفهموا اللي الفكر نتاع الحكم عند السنه تبلور من بعد، فهمت؟ يعني ما كانش معناتها وليد الواقع اللي معناتها تكون فيه الاسلام. وهنا نجموا نعتقد ان محمد يا اما يكون بالفعل اشار الى علي والى اهل بيته، هذاك علاش ما تكلمش ياسر على طريقه الحكم على خاطر كانت ليه بالنسبه ليه مساله واضحه، او معناتها يكون انه ما اهتمش بهذا الموضوع وجعله خارج الدين الاسلامي. بعد لما مات ابو بكر نلقاو ابو بكر عين عمر، هوني ابو بكر استخلف عمر، وهذا زاد مخالف للنظام نتاع الشورى اللي تؤمن به السنه، فهمت؟ يعني هذا مش معقول. وقت جاء عمر قبل ما يموت عمر، عمر حط ما يسمى جماعه معينه سته اشخاص، وحط ما دوم حطهم مسؤولين على المسلمين الكل، وقال لهم باش يختاروا خليفه من بينهم. النجم نقولوا نظام الخلافه بالشورى فهمت هو عمري 100%، لأن حط ستة من الناس وقال لهم هذوما ستة من الناس باش تتفقوا على واحد، واللي باش تتفقوا عليه هو باش يكون خليفة المسلمين، ويجب على جميع المسلمين مبايعته، ومعناتها ما فماش حتى نقاش. هوني نفهموا أن أسلوب الحكم عند السنة اللي معناتها العمري هو أنها تكون مجموعة معينة معناتها تعين خليفة، وهذا الخليفة بعد لا يتم تعيينه يجب بالقوة على جميع المسلمين معناتها المبايعة بتاعه. وهذا معناتها الطريقة بتاع الحكم معناتها طبقها عمر، وما عادش طبقت من بعدها بالكل فهمت، حتى وقت خذوها وكتبوا عليها وجعلوها مثالية وكل شيء فهمت، في الحقيقة عبارة على أسطورة فهمت، أسطورية مثالية نجم نقولوا
فهمت؟ حتى توا البغدادي ابو بكر البغدادي عندما طبقها يعني طبقها بطريقه اسطوريه، يعني بعيده كل البعد عن الواقع، يعني ما تجيش 10 من الناس ولا 20 من الناس يقروا مصير ملايين الناس او مليار، معناتها مليار عبد، مستحيل هذه المساله، فهمت؟ يعني بعيده كل البعد عن الواقع. لهذا الذي يدعو للخلافه بالاسلوب العمري فهو انسان في الحقيقه مثالي وبعيد كل البعد عن الواقع. بعد لمات عثمان، قتل عثمان، ونجم نقولوا تمت مبايعة علي كما تم مبايعة أبو بكر بعد موت محمد، غير أن هوني الأمويين رفضوا يبايعوا علي، وعائشة رفضت تبايع علي، وهنا بدأت ما يسمى بالمعارك مع علي اللي مع والذي رفضوا باش يبايعوه، كما أبو بكر حارب اللي ما قبلوش البيعة متاعه ولا اللي منعوا الزكاة. إذن هوني علي تم مبايعته من طرف أشخاص كما بويع أبو بكر، وفي نفس الوقت تم مبايعته من طرف أشخاص يعتقدون أنه إمام معصوم عن الطريقة الشيعية. إذن هوني نفهموا معناتها تنرجعوا لحكاية علي معناتها عن الطريقة الشيعية، خلينا في الحدود السني. وقتها قتل علي عين شكون ولده الحسن خليفة من بعده، يعني حسن هو أخذ الخلافة. هنا نجم نقولوا علي أول واحد حط ما يسمى نظام الملك، فهمت؟ هذاك علاش بعد الحسن تنازل على الخلافة ومعاوية خذا الخلافة على أساس أنه يرجعها للحسن من بعده، من بعد رفض أن يرجعها له وعين هو بيده ولده يزيد خليفة من بعده. النجم نقولوا أنه معاوية معناتها اعتمد على ما فعل علي معناتها بتعيين الحسن من بعده اللي هو ولده. النجم نقولوا علي هو أول من جاب فكرة ما يسمى التوارث في الحكم. المهم الأمويين وقت خذوا الحكم ردوها في حدود ما يسمى الأمويين، هما لم يخالفوا عمر إلا في المسألة هذه فقط، في مسألة إنها وراثية ليس شورى، إلا حتى شو اسمه عمر بن عبد العزيز حب يرجعها كما وقت عمر ما نجمش، الأمويين رفضوا له. إذن نجم نقولوا اللي الأمويين صاروا على منهج عمر إلا في مسألة الشورى فقط، إن ردوها وراثية واخذوا هذه الفكرة من عند الشيعة. العباسيين اللي رغم اللي دعوتهم كانت علوية في الأول واضحة، إلا أنهم وقت وصلوا للحكم نفس الشيء تبنوا الفكر السني، لأن ما يساعدهمش يعطيوا الخلافة للعلويين وتولي إمامة وما عادش يولي عندهم حتى فرصة باش ياخذوها. هذاك علاش نجم نقولوا العباسيين تبعوا الامويين، الا انهم اعطوا الافضليه للعباسيين اللي هما يحكموا معناتها بطريقه خاصه، وفي نفس الوقت اعطوا اهميه للمسلمين الغير العرب، هذه هي الحاجه اللي زادت على العباسيين. ثم بعد سقوط العباسيين وجاءوا العثمانيين، هنا خرجت الخلافه من يد قريش ومن يد العرب واصبحت في يد الاتراك، ومن هنا سقطت من بعد في الاخير ما يسمى بالخلافة العثمانية. النجم نقولوا أن الأسلوب السني بصفة عامة يتلخص في زوز، يا إما أسلوب على الخلافة معناتها المتخيلة اللي تكتبت بعد 200 عام من انتهاء الخلافة أو 150 عام من انتهاء الخلافة اللي هي بتاع بيعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهمت؟ اللي هي تكتبت بأسلوب يعني مبالغ فيه، يعني نجم نقولوا مضحك وروائي وقصصي، فهمت؟ كيما نشوفوا توا تشوفوا ابو بكر البغدادي في العراق، يعني العباد تكون تضحك، شنو هو خليفه وطلع لنا على منبر وانا خليفه المسلمين وتم مبايعته من طرف الجماعه واللي ما يبايعوش يتسمى كافر ويجب مقاتلته، يعني اسلوب النجم نقولوا روائي مثالي بعيد كل البعد عن الواقع. اما النوع الثاني هو النوع ما يسمى بالملك، فهمت؟ كيما موجود في السعودية ولا موجود في الأردن ولا موجود في المغرب، أو معناتها هذا معناتها النوع الثاني اللي موجود نتاع الحكم الإسلامي، تكون معناتها الدولة من الدول يكون الملك عليها هو معناتها متوارث الحكم ويفرض سيطرته على جميع الدول الإسلامية. هذا النوع الثاني الآن ما عادش مستحيل، خاطر حتى حد ما يقبل توا مثلا في شمال أفريقيا باش يحكمنا واحد سعودي، كما واحد سعودي ما يقبلش باش يحكمه واحد مغربي ولا واحد إيراني ولا واحد تركي. إذا هذا الأسلوب الثاني. ثم الأسلوب الثالث اللي هو أقرب فهمت للواقع، هو اللي يطرحوه ما يسماه الإخوان المسلمين، واللي هو قريب توا من النموذج التركي، يعني تكوين دولة سنية قوية فهمت، وهي تدعم ما يسمى جميع الدول الإسلامية
ويكونوا فما رؤساء في الدول هذوك لكن يعطيوا الولاء والسياسه للدوله هذيك كما مثلا اردوغان في تركيا، والا نجم تكون دوله اخرى معناتها مش لازم تكون تركيا، تكون هي الرائد للعالم السني كما يمكن تكون السعوديه، لكن السعوديه الان بعيده كل البعد على النظام العصري هذا اللي هو قريب فهمت جدا من النظام اللي باش نتكلم عليه نتاع الشيعه. المهم هذا بصفه عامه الفكر كيفاش معناتها موجود للحكم عند السنه. اذا معناتها ثلاثه اساليب، اسلوب ما يسمى باسلوب الخلافه، باسلوب الملك الوراثي، والاسلوب الثالث هو الاسلوب الاخواني اللي هو كما اردوغان هو قريب شويه من النظام الغربي، يعني فما انتخابات ويتم انتخاب ما يسمى المرشد اللي يكون هو رئيس الجمهوريه ويكون ممثل لكل المسلمين السنه. بينما الشيعه عندهم نظام اخر. فهمت؟ عندهم النظام ما يسمى بالنظام الامامه، يعني الامام هو عينه الله او يعينه الرسول او الذي قبله، كما يقولوا هما اللي علي تم تعيينه من طرف محمد، وانه علي عين الحسن، والحسن معناتها بعد جيل الحسين، من بعد زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي فهمت والعسكري واخيرا المهدي، ما يسمى هذوما ال 12 امام المعصوم، وهذوما اسلوبهم كما اسلوب محمد لانهم معصومين على الخطا والطاعه لهم، لانهم معصومين على الخطا والطاعه لهم واجبه. فهمت؟ يعني هوني نجم نقولوا ان الاسلوب الشيعي هو اسلوب امتداد للرساله او النبوه، لانه يعتمد على السمع والطاعه والعصمه للامام، ويجب على المتبع ان يقول معناتها ما يقوله إمامه ويفعل ما يأمره به إمامه. يعني هذه المسألة واضحة. لكن احنا نعرف لتوا ومعناتها وقعت ما يسمى غيبة الإمام الصغرى، وظهروا ما يسمى سفراء هذا الإمام، ومن هنا بدأت تتكون فكرة الواسطة بين الإمام المعصوم وبين عامة الناس، ومن هنا جاءت ما يسمى بنظرية ولاية الفقيه. في الحقيقة ماذا يعني ولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه هي نائب الإمام، يعني المسلمين كما مثلا عند السنة يجتمعوا ويختاروا إمام، هذوما العلماء متاع الشيعة يجتمعوا ويختاروا واحد إمام فهمت يكون معناتها عنده صلوحية سياسية باش يتصرف كأنه إمام معصوم، ولكن هو ليس إمام معصوم. ياسر يقولوا أن فكرة ولاية الفقيه أخذها الخميني من السيد قطب، وهذا خطأ، لأننا نشوفوا السيد قطب ولا محمد عبده ولا غيرهم أو حركة الإخوان المسلمين بصفة عامة شكون تم تكوينها؟ شكون اللي معناتها غرس البذور نتاعها؟ نجيو نشوفوا نلقاو جمال الدين الأفغاني اللي حتى لتوا شاكين فيها هل هو شيعي أو سني، وتعرفوا اللي دخل نهج البلاغة إلى مصر، إذا كل الأدلة تدل على أن جمال الدين الأفغاني هو شيعي تغلغل داخل العالم السني بعد سقوط الخلافة أو قبل سقوط الخلافة العثمانية، من أجل زرع أفكار شيعية داخل العالم السني، ومن هنا تم تكوين ما يسمى حركة الإخوان المسلمين اللي هي تغلغل شيعي بالأفكار والمبادئ. أما اللي يقول أن الخميني أخذ فكرة ولاية الفقيه من الإخوان المسلمين هو غلط، بل الإخوان المسلمين هما تكوينهم على نظرية ولاية الفقيه، هذا سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة. احنا هوني ايش حبينا نقوله، اللي حبينا نوصلوا له ان الاسلوب في الحكم في الوقت الحاضر عند الشيعة هو نوعين. النوع الاول هو ما يسمى ولاية الفقيه، ما يسمى بنائب الامام، وانتم تعرفوا خامنئي عنده سلطة لو يعلن ما يسمى بالجهاد المقدس، او لو يأمر بامر ويقول يجب محاربة امريكا او محاربة فرنسا او اي دولة اخرى، يجب 300 مليون شيعي يكون تحت أوامره، لأن ما يسمى المرجعية الشيعية الكل عاطيته فهمت الأمر باش يكون هو ولاية الفقيه، يعني هو فوق ما يسمى آية الله العظمى الكل. وتعرف أنتم كل شيعي يتبع مرجع معين، وهذا ولاية الفقيه هو فوق هذه المراجع الكل، يعني لو يعطي أمر مثلا بإزالة السعودية سوف تزال السعودية، مش معناتها يعني سوف تزال، وإنما كل الشيعة سوف يعمل على إزالة السعودية أو إزالة إسرائيل أو محاربة، يعني سوف تقع فوضى. ف
فهمت؟ فوضى اللي قاعده تعيش فيه ايران تو هو نفسه اللي كانوا يعيشوه العرب عام الخمسينات، وما يسمى بالعروبه، وسوف نزيل اسرائيل من فوق وجه الارض، وسوف وسوف وسوف. من بعد عرفتوا شنو وقع لهم العرب؟ كلاو تريحه، فهمتوا؟ كلاو السطاك على راسهم، وهوك تو هبطوا راسهم ورجعوا زعما زعما للاسلام، والعروبيين تو تمحاوا كلهم، واصبحوا معناتها معناتها متخبين وراء الفكر الاسلامي الارهابي، ويقولوا حق حق المسلمين. قال لهم شفت معناتها ان العرب لا يعز الا بالاسلام، ورجعوا الاسلام. ايران قاعده تلعب في نفس اللعبه تو، تلعب في نفس اللعبه، وقاعده تحضر في روحها لاشياء جدا كبيره. احنا ما نش ندخلوا في التفاصيل هذه كل، وانما اللي حبيت نقوله هوني ان اسلوب الحكم عند الشيعه هو اما امام معصوم، يعني لو اعلنوا هما الامام المعصوم بتاعهم خرج باش توقع مصيبه، او ما يسمى ولايه الفقيه، يعطي امر معين، فهمت؟ كل الشيعه يخضعوا لي. والوقت الحاضر عندنا احنا خامنائي هو ولي معناتها الفقيه نتاع الشيعه وقبل الخميني، ويمكن يكون بعده واحد اخر. هذو يعني هو مراحل لتحضير خروج المهدي. اذا هما عندهم توا حكم واضح، رغم اللي عبر التاريخ عرفوا حكم علي اللي وقعت فيه كسر ياسر حروب، وعرفوا ما يسمى بحكم الفاطميين والقرامطة، بينما الأئمة نتاعهم ما خذاوش الحكم بالكل تقريبا. وتعرفوا انتوما اللي الحكم نتاع الفاطميين هو حكم يقوم كما حكم يعني محمد، يعني السمع والطاعة. معناتها أحد الشعراء مثلا يقول لمعز لدين الله الفاطمي، معناتها شئت لا شاءت الأقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. هذه هي فكرة الإمامة وفكرة العصمة. يعني عند الشيعة عندهم الإمام والرسول هو أشخاص معناتها معينين من طرف إله، ويجب طاعتهم والطاعة لهم عمياء مطلقة، فهمت؟ بينما هما مازالوا ما أعلنوش ظهور الإمام المعصوم بتاعهم. هذاك علاش الآن يعتمدوا على نظرية ولاية الفقيه كمرحلة لتحضير خروج المهدي بتاعهم. إذا نجم نقولوا للشيعة عندهم دولة واضحة وبينة، بينما السنة وقت الحاضر عندهم تركيا، عندهم السعودية اللي تحب تسيطر على العالم الإسلامي. توا طلع عنا هذا يا أبو بكر البغدادي، اللي هي فكرة عبارة على أسطورية ومثالية وخيالية، لأن كما قلت لكم التاريخ الإسلامي الكل تكتب بعد 150 عام 200 عام، بعد فترة من التناقل الشفاهي. تعرف التناقل الشفاهي كيفاش معناتها يبدل المعنى ويضخم ديما الماضي ويعطيه قيمة أكثر من اللازم. إذا هذه هي الفكرة بصفة عامة واضحة. اللي حبيت زاد نقوله هوني أنه المرة الجاية في الفيديو القادم باش نتكلموا كيفاش سقطت الخلافة العثمانية، وكيفاش تم معناتها خذل هذه الخلافة من طرف الشيعة ومن طرف العرب الوهابيين. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.